اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن في رمضان والتوفيق للصيام والقيام. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والتخلق بكتابك والتأسي بنبيك. اللهم اجعل ما نتلوه حجة لنا لا حجة علينا يا إلهنا وخالقنا ورازقنا. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاءك الحق. لذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغنينا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، استر عوراتنا وعورات جميع المسلمين، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.